حفظ الناس جميعا، رجع لنا السولية، يمكن يكون محمد محمود يرجع، سعد سمير ممكن يمكن سعد اللي مش موجود شويه عشان مش موجود اصلا في افريقيا، ولكن في العموم هيجي لك كميه كويسه من اللعيبه هتريحك الى حد ما. ناهيك بقى عن الاصابات الصعبه مثلا، يعني بتاعت متولي مثلا، متولي يعني حاجه ما نقدرش ندافع عنها. حراسه المرمى بالنسبه لك في الاهلي مش مقلقه، بس لازم نقطه مهمه جدا 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 تحصل ان شاء الله، نخلص الدوري في الثلاث ماتشات اللي جايين ان شاء الله. بعد كده لازم علي لطفي يلعب جميع الماتشات هو ومصطفى شوبير. لازم الشناوي يريح، لازم الشناوي يريح. مش عشان الشناوي وحش، لا ده عشان الشناوي كويس، بس انا عايز اوصل علي لطفي ومصطفى شوبير يبقوا قريبين منه. عشان لا قدر الله عند اي اصابه، لا قدر الله لاي سبب ما، انت ما تعرفش افريقيا الدنيا بتمشي فيها ازاي، التحكيم عامل ايه الله اعلم، لاي سبب ما لازم لو حد موجود منهم في الملعب يبقى واقف على رجليه. عنده ثقه في نفسه، عند لاعبته عندها ثقه فيه، وهو عنده ثقه من الناس اللي حواليه. عشان كده لازم الاثنين اذا كان مصطفى او علي، وعلي تحديدا لانه اقرب واحد، لازم يلعب ماتشات كتير الفتره اللي جايه.